حمدان فريق الوداد البيضاوي اسماعيل حداد والوراء التنفيذ كيرفع كره كانت في اتجاه محاوله التسديد ولكن تعود مره اخرى اسماعيل حداد الان اسماعيل حداد ضائع قبل بها تحاول الان يشوط بها برشيد دائما نفس الناس كل الضربات تمتلك كل ترى الظهير يبحث عن تسديد يسديد خطيره خطيرة هذه التسديدة ولكن كان هناك تدخل جيد من الحارس الحسين الشادي كان هناك تدخل جيد في هذه المحاولة لكن لحد الآن 12 دقيقة مرت حماس خلال هذه المرة ويليام جيبور ولكن تسرع بشكل كبير ويليام جيبور لأنه كانت عنده عدة خيارات سنتابع الآن ضربة خطأ ستكون مباشرة وعرضية ودائرية ولكن محاولة التمرير يغير ولكن كانت عالية كانت عالية وعلى غير المتوقع وضعت هذه المحاولة وسط اللاعب أمين أبو الفتح الذي يمكن أقول الآن الماهري سيبحث عن التسديد سنتابع أربعة لاعبين فقط يسدد بقوة كانت تسديدة قوية ذهبت عالية شيئا ما تسديدة كانت مركزة وقوية ولكن ذهبت عالية من جانب لاعبي فريق الوداد البيضاوي إذا لحد الآن مشاهدينا الكرام 19 دقيقة يمكن نقول بأنه مباراة تحمل رونق جميل ما بين الطرفين وتحمل إثارة شاب كورة عالية مكاينش هناك تسلل فاتي زكريا فاتي يتوغل فاتي في العمق من اللاعب محمد الفقيه اللي مشى من اجل مساندة زميله في هذه المحاولة الأخيرة ولكن دائما محاصر طرف اللاعب ابراهيم النقاش دائما محاصر فريق كوزوفيات برشيد خطيرة جدا وتدخل الكرتي كان تدخل جيد ولكن احتفظ بالكرة وكانت تسجل طريقة جميلة لاعب مصير تعود الآن لأشرف داري محمد أنجم ارتقاء ضربة راسية إصابة لفريق الوداد البيضاوي وشيك كومارا يسجل الهدف الأول لفريق الوداد البيضاوي من جيد من ركنية قلت بأنه ضربات ثابتة الوداد انتاج خلال الجولة الأولى وكانت النتيجة خلال الجولة الثانية في حدود الدقيقة 59 ارتقاء عالي من الشيك كومارا كان ارتقاء عالي نتابع وفرحة تنصر فريق الوداد البيضاوي بعد هذه الركنية فريق الوداد أعطى الإشارة القوية للجولة الأولى بأنه قادر على التسجيل خلال هذه الضربات الثابتة وتأكد أنه خلال هذه المحاولة الشيخ كومارا يقول بأنه في الجهة اليمنى البعيدة أنجم رفع الكرة بطريقة جيدة شاهدوا كومارا الذي كان ارتقاؤه أكثر من رائع ليسجل الهدف بما تحمل الكلمة من معنى ستكون محاولة خطيرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى سنتابع هدف يمكن أقول بأنه رائع هدف رائع قلت بأنه محاولة خطيرة ستكون خطيرة لفريق يوسفية برشيد الذي يسجل الهدف الأول هيستيريا
رشيد يستير لأنصار اليوسفية، يستير بهدف جميل جدا، هدف جميل جدا لفريق يوسفية برشيد. سنتابع هدف، قلت بأنه الحائط فريق الوداد لم يشكل بشكل جيد. محمد أيمن سدير يسجل بطريقة أكثر مصير خطيرة، الآن يبحث عن التسديد في اتجاه مهاجم، خطيرة جدا، خطيرة محاولة فريق الوداد البيضاوي، محاولة خطيرة جدا. مباراة مثيرة، مباراة عجيبة، مباراة غريبة. في أقل من دقيقة ونزل محمد الماهري، محمد الماهري يسجل الهدف الثاني. قلت بأنها مباراة مثيرة ومشوقة، مباراة مثيرة ومشوقة، وهدف ثاني وفرحة، فرحة لأنصاري يا جماهير الوداد بعد الهدف الثاني الغالي. أي 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 على مباراة وعلى إثارة وعلى تشويق. يمكن أقول بأنه بلاتو مثير. نتابع جابرييل، اخطا تسديده بالراس وكان الخطا من الابعاد، والنهر يمكن اقول بانه برجل